مهرجان ساندانس للأفلام هو من المحافل القليلة في الولايات المتحدة للأفلام المستقلة، وقد حاز فيلم العودة إلى حمص للمخرج السوري طلال دركي على جائزة الحكام الكبرى في هذا المهرجان. حدثنا عن الفيلم المنتج السوري أوروا نيرابيا. كنا عم طبعا نشوف مين ممكن المخرجين اللي يشتغلوا أفلام كويسة، أفلام عندها طموح سينمائي تسجيلية بأواخر عام 2011. طلال جاب 5 دقائق هو عملها مونتاج من مواد صورها مع عبد الباسط وآخرين في حمص، ومن اللحظة اللي شاهدنا فيها ال5 دقائق شفنا أنه هذا شيء لا يمكن تجاوزه، أنه من الضروري أنه نشتغل على هذا المشروع، لأنه في هون شخصيات من جيل جديد من السوريين، جيل ظهر مع الثورة، تحرر مع الثورة وابتدى يعبر عن نفسه، وهذا بيوعد بحكاية سينمائية عندها أبعاد شخصية إنسانية سيكولوجية وبنفس الوقت وطنية أو سياسية. عبد الباسط والشباب التانيين اللي مثله الكتار اللي حملوا سلاح بلحظة وهن المدنيين، طبعا هو حارس مرمى، هو أساسا حداد بيشتغل مع والده بالحدادة، وبلحظة ما كان في قهر شديد، انقتلوا إخواته، اندمر حيه، اعتقل كتير ناس من منطقته، شاف الناس عم تنقتل، وكان واحد من الشباب اللي بلحظة ما شعروا أنهن لا يملكون الخيار، أنهن مكرهين على حمل السلاح. هو فيلم بيلحق شخصيات، هو حكاية أشخاص، هو حكاية إنسانية عن هدول الأشخاص وشو صار معهم على مر حوالي 3 سنين. بالتالي أنت كمان ما بتشوف المرأة، أنت كمان ما بتشوف المنشقين، أنت كمان ما بتشوف المعادلة السياسية الدولية. يوجد أشياء كثيرة هي مانا بهذا الفيلم، كل واحدة منها تستحق فيلم وأفلام. هذا الفيلم تحديداً عايش هدول الأشخاص وعبد الباسط أولاً على مدى 2.5 سنين بعمل مذهل من فريق كبير مثل عبد الباسط. يوجد كثير، يوجد جيل كامل مثل عبد الباسط، ولكن عبد الباسط هو من أبرز هاي الشخصيات، لأنه عبد الباسط هو بين شجاعته المبكرة جدا، هو من الاعتصام الشهير في حمص يوم 17 نيسان 2011، خلع قميصه ووقف عاري بوجه القناصين، صار عنده أهمية رمزية عند أهل المدينة. هذا طبعا تنعمل عين العالمية عنه تماما، بسبب انه الافضلية بالاعلام العالمي كله هي للتركيز على التطرف وعلى النظام، فبينسى الاعلام انه غالبية سكان سوريا هي لانا متطرفة ولانا مع النظام، هي الناس المعتدلين اللي عم يطمحوا لحياة افضل. الحقيقة انه غالبية الساحقة من المقاتلين والناشطين المدنيين المعتدلين بسوريا عم يتعرضوا لإقصاء وتهميش مستمر من قبل الممولين بكل أنواعهم من كل مكان، فبالتالي هيك بيصير عندك تنمية مستمرة للجانب المتطرف، لأن الجانب المتطرف بيحصل على تمويل أفضل بكتير من أهل البلد. وبكل الأحوال نحن بنعمل سينما لحتى نروح لعند الجانب الإنساني ونشوف حقيقة الجانب الإنساني، لأنه بنتمنى أنه الناس اللي عندها رغبة شديدة لأنه تشوف الأمور ببارانويا مسبقة أو وفقاً لأجنداتها الشخصية أو أراء المسبقة، أن تجي وتعيش مع هدول الشباب، تسمعهم وتشوفهم وتتعرف عليهم. أنا اعتقلت بسبب هذا الفيلم أو بسبب غيره، غير يعتقل في شباب استشهدت بنفس الوقت، مو هي عم تصور بس بنفس الوقت وهي ملتزمة بمساعدة بالعمل على الفيلم. في دائما كان مشكلة بإخراج المواد من جوا الحصار لاحقا، وقبل هيك من سوريا لخارج سوريا، كان دائما بحاجة لشبكة كتيرة من الناس اللي مؤمنة بأنه هذا النوع من الشغل برغم أنه هو مانو إعلامي مباشر، يعني ما راح يشوفوا نتائجه تاني يوم الصبح على التلفزيون، كان في مجموعة كبيرة من الناس اللي آمنت بأهمية هذا الشغل وفعلا ساهمت فيه. اللي بيصير أنه هذا الفيلم بعد كل هذا هو فيلم سينما بيدخل بالسوق، فبالتالي في محطات تلفزة بتدخل بإنتاجه، وفي صناديق دعم مثل الصندوق العربي للثقافة والفنون مثل عدة صناديق أخرى بتدخل بدعم هيك نوع من الإنتاج السينمائي بشكل طبيعي، يعني مثل أي فيلم عربي آخر. الحقيقة أنه الثورة أثرت على كل مناحي الإبداع بسوريا، ليس فقط السينما، يعني السينما التسجيلية أولا، بعدين الموسيقى، الرسم، الفوتوغراف، في عنا ثورة إبداعية بهذا المعنى حقيقية ما أنا مسبوقة بتاريخنا المعاصر. الصحافة، احنا في عنا اليوم أكثر من 500 صحيفة ومجلة عم تصدر داخل المناطق المحررة بسوريا، عم تنطبع وتتوزع، هذا غير مسبوق. بالنسبة للسينما
أظن أنه كل ثورة بشكل طبيعي بتأدي لنزوع للنزعة كبيرة باتجاه البروباغندا، وهذا الشيء بيخلينا ننتج أفلام سيئة كتير، بياخد جهد زايد ووقت أكتر بكتير من المعتاد لحتى نعمل أفلام جديا هي أفلام وليست دعايات سياسية. لدي بعض من الوقت لأروي ما حدث. حياتنا وأحلامنا السابقة أصبحت خلفا. زيارة الأولى لحمص في بداية الثورة. شاركا أسامة وأبو عدنان وآخرين العمل الإعلامي في الوقت الذي منع فيه على الجميع نقل ما يحدث في سوريا. خط أفضل ثاني حارس بالقارة الآسيوية، لعبان منتخب شباب سوريا الحمد لله، لعبان شباب كرام. لا قدرة لي على إطلاق الأحكام، هل كان ما فعلناه صوابا؟ وين رايح البلد؟ يعني شو الحل؟ بس مين بحال والله. ألقي نظرة أخيرة على المكان، قد لا أعبر مجددا، وإن عبرت سيكون ذلك أشد وحشة بدون أحبتي. حمص لا أدري أين. ليك البناية كنت نايم فيها بعد نوم. ابقى بجانبي، عنقني مجددا أطول فترة ممكنة.